هذه الندوة التي كانت مقررة فيما قبل، وبالنظر لوفاة فقيدنا العزيز سي محمد معتصم قررت السيدة رئيسة المركز تأجيلها، فهي في سياق تخليد اليوم العالمي للبيئة الذي قررته الأمم المتحدة منذ 1973، والذي في كل سنة يحتفل به حول موضوع معين، وهذه السنة موضوع هذه السنة هو التلوث بالبلاستيك، لا بوليسيون بار لو بلاستيك. وهذا الموضوع هو موضوع حقيقة اليوم موضوع انشغال كبير على المستوى العالمي، لأن كما تعلمون البلاستيك يستعمل في الحياة اليومية ويستعمل كثيرا، ويعتبر من بين يعني المواد الرفاهية، والعالم يعني في العالم تنتج في كل سنة 460 مليون طن من البلاستيك، 353 مليون طن تصبح نفايات، وهذه النفايات بطبعة الحال البلاستيكية هي تكون في التربة ثم في المياه، وعن طريق مجاري المياه تصل إلى البحر. والبلاستيك هو غير قابل للتدهور، يعني نون بيو ديغرادابل، فلذلك عمره طويل، يعني هو محدود لمدة، يعني يتحول بسرعة إلى نفايات ولكنه يبقى راسخا، وبالتالي يصل إلى الأحياء المائية وخاصة في البحار، وبذلك أنه ينعكس في السلسلة الغذائية على صحة الإنسان. واليوم هناك دول بطبعة الحال اعتمدت تشريعات، أولا فيما يتعلق بتقنين إنتاج البلاستيك وتسويقه واستعماله، وهناك من نجحت وتقدمت في هذا المجال، وهناك من لا تزال تتلمس طريقها في هذا المجال، وهناك يعني مقاربة الآن لحد الآن، ولو أنني أنا لا صراحة لم أقم بتقييمها، ولكن لدي موقف من هذا الموضوع، هو إعادة تدوير أو إعادة استعمال ما يسمى بالإيكونومي سيركيلار، يعني هذه النفايات. ولكن هذه الدول كلها يعني لا تتوفر على معايير دولية محددة، ولذلك الأمم المتحدة منذ 2022 يعني انخرطت، والجمعية العامة اتخذت قرارا لإعداد اتفاقية ملزمة قانونا، وانعقد أول اجتماع وأنشأت لجنة للتفاوض ما بين الدول، قد الاجتماع الأول في نيروبي، والاجتماع الأخير كان ما بين 29 مايو و 3 يونيو في باريس بمقر اليونسكو، ولا تزال خلافات بين الدول، وبطبعة الحال الاتفاقية الجميع يعني ينتظرها. التحدي كاين على ثلاث مستويات، المستوى الأول هو بطبعة الحال خط تشريع أنه يحدد ويقنن، يلزم أن يكون توعية بمضار، يعني بمضار أنني هذا بلاستيك، بمضار يعني البلاستيك. ثانيا هو أننا ينبغي أن نطور هذه المقاربة اللي قلت ديال الاقتصاد الدائري ولكن التدويري، ولكن بشكل بطبيعة الحال ينتج القيمة مضافة أخرى أفضل من إنتاج البلاستيك. ثم تحدي آخر ثالث هو على مستوى تحديد المعايير والسقف بالنسبة لرمي هذه الملوثات. ربما أضيف أن التحدي الرابع هو المراقبة، وإحنا في المغرب هذا مشكلتنا،
لا مراقبة الملك العمومي ولا مراقبة الكاريير يعني المقالع ولا مراقبة يعني موارد أخرى. يعني ننشئ يعني هيئات للتفتيش وللمراقبة ولكن بدون توفير شروط نجاحها من ناحية التكوين، من ناحية اللوجيستيك، من ناحية هذا. شكرا لكم. الإشكالية اللي كان نعيشها الآن في المغرب هو أنه كان تلوث بالبلاستيك، ومشي إشكالية في المغرب، هي إشكالية عالمية. المخاطر ديال البلاستيك ما بقاوش نحتاجوا نقولوها، لان العلماء واللي سيانتيفيك اكدوا بانه كاين ضرر على الصحه ديال الانسان، وايضا هذا البلاستيك هذا كيدخل وكيستقر يستابيليز في الكور اوما، وكيوقع مشاكل صحيه ديال لي زيكيليبر اللي ما كيبقاوش مقادين، بالاضافه الى انه ولا موجود بارتو، كناكلو كنلقاو في الحوت، كنلقاو في بارتو كاين البلاستيك. الاشكاليه اللي كاينه دابا كيفاش غادي نحاربوه؟ يمكن نمشيو للآليات الزجرية، ولكن الآليات الزجرية لوحدها لا تكفي. أول حاجة خاصنا نوعاو بالخطورة ديال الوضعية، وهذه الخطورة خاصنا نشرحوا للمواطنين ونشرحوا للجميع. وهنا الدور ديال الجمعيات والدور ديال الفاعلين مهم في هذا الإطار. هذا من الجهة القانونية، خاصنا نفكروا بأن التلوث نتعلموا كيفاش تكون المشكلة نردوها opportunity، يعني نستفدوا من واحد الوضعيه. والمغرب يعني فهم هاد الاتجاه من قبل. مثلا ملي كنمشيو كنلقاو كان عنده مشكله ديال الطاقه، اخترع الطاقات البديله. كاين مشكله ديال الماء، مشى لتحليه المياه. فكنجيو عاوتاني المشكله ديال البلاستيك، كنمشيو المشكل اللي كبر منها اللي هي النفايات. دونك النفايات هذا واحد المشروع كبير اللي خاص المغرب يمشي فيه من الناحيه القانونيه فيما يتعلق بالبلاستيك. اولا كاين عندنا قانون، راك عارفين بان كاين قانون كيمنع انك دير لا برودكسيون لامبورطاسيون ولا فابريكاسيون لوتيليزاسيون ديال البلاستيك. ولكن بين القانون وبين اشنو كاين في الواقع ممكن نخليو هاد يعني التقييم كيخصو وقت ودراسه باش نعرفوا يعني الفاعليه ديال القانون. ولكن القانون اللي ما كيتعلق بالنفايات خاصو يتعاود يتعاد فيه النظر. علاش؟ لانه التعريف حتى ديال النفايات بحال شي حاجه اللي ما بغاها حتى واحد، اولا الحاجه اللي خصنا نتخلصوا منها. خاصنا نعاودوا نشوفوا الفكره ديال النفايات بانها فيها ثروه، هي ثروه، سي اون ريسورس نقدروا نستغلوها باش نستعملوها في الاقتصاد ديالنا، ونخرجوها من هذاك الموقع ديال نفايه الى موقع ريسورس اللي تبقى تدور في الاقتصاد، فيما كنسميوه في الاقتصاد التدويري او ليكونومي سيركولير. دونك لا لوا كادر بورتون شارت ناسيونال دو لافيرونمون ديفلوبمون دورابل تكلمات بانه خص يعني يكون واحد لاكتواليزاسيون ديال قانون سور لي ديشي. ولكن مازال كنتسناو، خاص يعني واحد الاليات قانونيه اللي تدخل في القانون باش جوستومون النفايات ما نبقوش نرميوها. النفايات نعرفوا القيمه ديالها، وكنشوفوا واحد العدد ديال الناس اللي هما كيخدموا في هذا الاطار، كيفاش نحتويوهم، كيفاش ندخلوهم، يعني الاقتصاد ينتفع وما نبقاوش غير في الاقتصاد لو سيكتور بريفي. نوسعوا النظره باش ندخلوا هذوك الناس، وندخلوا لي اسوسياسيون، وندخلوا مجموعه ديال الفاعلين مثلا في الاقتصاد ليكونومي سوسيال اي سوليدير، اللي جوستومون لا كوميسيون لجنه اللي خدمات على النموذج التنموي الجديد، اللي دعات انه نهضر على هذا الشيء وهضرت على لو ديفلوبمون دورابل. يعني المغرب مشى في التنميه المستدامه، والدستور كيعترف بها، وكاينين تبارك الله كاينه اراده ملكيه اللي مشات في هذا، واللي عطات التوجيهات باش نمشيو في هذا الاطار هذا. وبدا المغرب ومازال الطريق طويله، وخصنا نخدموا جميعا.